اتفضل يا ابو حميد. خلينا نبدأ بموضوع رمضان صبحي، يعني يمكن حديث الساعة في الوقت الحالي، وخلينا نبدأ برضه يعني أنا أتكلم على موقف الأهلي من رمضان صبحي وخطوات الأهلي بياخدها، ولكن برضه للأسف النهارده فوجئنا بالصحفي الأستاذ علي السيسي كاتب على الفيسبوك بتاعه يعني موضوع غريب شوية، وقال لك إن الحساب الرسمي والأكونت الرسمي لتويتر الخاص بفريق هدرسفيلد الإنجليزي بيقول إن رمضان صبحي انتقل إلى الزمالك رسميا. يعني يمكن ده ما كتبه الأستاذ علي السيسي، حساب هدرسفيلد لتويتر بيقول رمضان صبحي انتقل إلى الزمالك رسميا. فطبيعي لما نشوف حاجة زي كده الواحد بيرجع لحساب هدرسفيلد عبر تويتر، طبعا لا يذكر ما فيش أي حاجة بخصوص هذا الشأن تم ذكرها، وحساب هدرسفيلد عبر تويتر لم يذكر رمضان صبحي خلال الفترات الماضية. دخلت على الموقع الرسمي الخاص بهدرسفيلد، يعني آخر مرة كابوا سيرة رمضان صبحي كانت من تقريبا 2018. فأنا مستغرب مثل هذه الأمور لما حد بيكتب عبر الفيسبوك وبيكتب المفروض معلومة ولا خبر، من أين المصدر؟ وازاي بنوجه معلومه مثل هذه الامور لكل الناس اللي بتتابعنا؟ فطبعا يعني يمكن كلامه اثار البعض عبر السوشيال ميديا، لكن احنا هنا دورنا بنوضح الحقيقه كعادتنا دايما، بنجيب المصدر او الخبر من المصدر وبنوضح الحقيقه لكل الناس. فلا صحه تماما على مفاوضات نادي الزمالك مع هدرسفيلد الانجليزي، ولا صحه لتفاوض رمضان صبحي مع الزمالك، ولا صحه لعرض المريه الاسباني مع رمضان صبحي. كل دي امور للاسف مصدرها شخص واحد وبتثير اللغط في الفتره الماضيه. والله بص يا احمد، خلينا بس ندردش شويه في الموضوع ده. ولايكات يا جماعه، كان نثبت البث على المنصه لو تكرمتوا، لايكات على قد ما نقدر لو تكرمتوا. عايز اقول حاجه بس، يعني الاستاذ علي السيسي له مني كل التحيه والاحترام، ولكن انا احترت فيه مره يهاجم نادي الزمالك ومره يحابي نادي الزمالك، وسواء بيهاجم او بيحابي الاثنين عندي فوق دماغي، لان الاستاذ علي انا من الناس اللي بحترمهم. ولكن الاستاذ علي لما يكتب خبر زي كده ملو واكلم احمد السيد ويدخل على الموقع الرسمي ونبعت حتى ميل لنادي هدرسفيلد والناس ترد علينا في التو واللحظه، لا صحه بالمره وما فيش حد من مصر متواصل معانا الا الاهلي، ده احنا ما رضيناش نكلم وكيله نادر شوقي، خفنا لحسن نادر شوقي يكون بيخبي عننا. دخلنا على الموقع الرسمي لقينا اخر حاجه مكتوبه في الموقع النفس الرسمي لهدرسفيلد كان في 2018 على رمضان صبحي. فالاستاذ علي يعني بيعمل ليه كده؟ الله اعلم. يعني حتى انا مرة مش عارف مين كتب ايه فيك مش على صفحتي، خدوا وبيقول لصالح مين هذا الكلام؟ طب يا عم اتاكد انه على صفحتي ولا مش على صفحتي يا استاذ علي، يعني بيننا وبين بعض عيش وملح، وانت راجل محترم ولا استطيع ان اتجاوز، بس عيب في حقك كتر الاخبار الغلط والمغلوطة والاخبار الفشنك والفيك، عيب في حقك، لانك اكيد حضرتك برضه قبل كده قلت مش عارف تلات لعيبة في الاهلي ولا اتنين لعيبة عندهم كورونا والاهلي مخبي، وشكرا للصحفي الجريء اللي في اليوم السابع فلان الفلان اللي عمل كده، راح اليوم السابع قال لك هذا الولد ليس صحفي في اليوم السابع ولا نعرف عنه شيء. راح كتب تاني قال لك المصدر الكابتن احمد فوزي، راح الكابتن احمد فوزي راح كاتب يا جماعه انا ما عرفت اي حاجه عن الموضوع اللي كتبه الاستاذ علي السيسي. فمثل هذه الامور يا استاذ علي يعني بتفكرنا باللي رايح الحج والناس راجعه، ولا اللي في ايامه الاخيره قرب يموت، مش عارف يعني مش لاقي اي مبرر يعني اقوله. ولكن انت يمكن صعب عليك ان الزمالك يبقى من غير صفقه قرن، او فجاه الناس عرفت ان موضوع دونجا وهم وموضوع رجب بكار ومش عارف مين اوانطه وموضوع مش عارف مين فيك، ولا في فلوس للتعاقد ولا اللعيبه دي مسموح لها بالتعاقد ولا التوقيع. يعني انت صعب عليك قوي، يعني هو دونجا ده متهيألي احمد صفقه القرن في حاجه، لانه عمل حاجه خزعبليه تاريخيه ما يعملهاش لاعب في التاريخ، انه مضى 5 سنين مع بيراميدز وبعد كده مضى 4 سنين مع الزمالك، فلاعب يمضي 9 سنين لناديين والله اعلم بالحقيقه، هو ده ممكن يكون ايه؟ وهم القرن وليس صفقه القرن. فيبدو انك انت بتحاول تجمل صوره رئيس نادي الزمالك، جملها براحتك، احنا بنقف على مسافه واحده من الجميع، ولكن بالاخبار الصحيحه. الخبر اللي قاله الاستاذ احمد اغضب عائله رمضان صبحي جدا، وانا تواصلت معاهم، مش عايز اقول تواصلت مع مين، وابلغوني انهم مستائين جدا.
وللأسف الشديد مش أول مرة يعمل الأستاذ علي السيسي هذا الكلام مع رمضان صبحي بالتحديد. عيلة رمضان صبحي من الناحيتين، من ناحية زوجته ومن ناحية أهله، مستعين جدا وغضبانين جدا من هذه الشائعة، وبصراحة حاجة مقززة ومسيئة وغير محترمة. رمضان صبحي قال رغبته الأهلي أو الاحتراف، والموضوع قلناه بدل المرة 100 مرة، والأخ أحمد السيد يذكرنا بآخر موقف رمضان صبحي مع النادي الأهلي. اتفضل يا أحمد. يعني طبعا بأكد كلام حضرتك ولا اساس لهذه الشياعه تماما، والحمد لله احنا هنا بنوضح الحقيقه وبنخاطب يعني الناس المحترمه اللي بتحرص على متابعتنا واللي بتثق في مصداقيتنا. يعني يمكن الاهلي خلال الساعات الماضيه بشكل رسمي اتحرك لمخاطبه هيدرسفيلد الانجليزي في محاوله لشراء اللاعب بقيمه 2.5 مليون جنيه استرليني، وخلينا نقول ده اول تحرك رسمي من النادي الاهلي بعد ما كان فيه دايما محادثات خلال الايام الماضيه، ولكن يبدو خلاص ان الامور بتستقر في النادي الاهلي بعد تجديد تعاقد مستر فايلر ونتكلم فيه، وبالتالي الاهلي بيرسل عرض لهيدرسفيلد الانجليزي لضم رمضان صبحي مقابل 2.5 مليون جنيه استرليني. طبعا من الوارد جدا ان هيدرسفيلد الانجليزي يبقى عنده طلبات ماليه اعلى، البعض يتحدث عن 4 مليون استرليني، فربما يكون في تقارب في وجهات النظر، كل دي امور سابقه لا وانا، ولكن الوقت او في الوقت الحالي رمضان صبحي لاعب في النادي الاهلي، فريق هيدرسفيلد الانجليزي بتعليمات من الفيفا وافق على تمديد اعارته للنادي الاهلي حتى نهايه الموسم، رمضان صبحي عايز يكمل الموسم القادم في النادي الاهلي لانه مش هيروح هيدرسفيلد يلعب درجه ثانيه، لكن لو جاله عرض اوروبي مميز من نادي كبير ربما يفكر فيه في اوروبا ويكون دوري درجه اولى ويكون مميز، ما كانش اولويته التجديد للنادي الاهلي. الأستاذ مصطفى بيومي حبيبي الغالي، وبكلمك كتير تليفونك مغلق يا درش عظيم. ناصر العجمي العجمي طارق إبراهيم محمد على قناة الإعلام عبد الله، على صفحة الإعلام عبد الناصر زيدان على الفيسبوك، أهلا بكم. محمد جلال، هيثم أبو حسين، مساء الفل. محسن المحترم، موضوع نادي القرن، كنتش احسن واحد في الاعلام، الله يخليك عم حسين. ام عبد الله، مساء الفل يا ام عبد الله، كلنا زي الفل يا درش، ولا ينقصنا الا رؤياك. محمد عواد، مرحبا بابو قلبي جامد يا عم، الله يخليك يا عواد، تسلم وسلم لي على ادهم علي، وشكرا ليكم جدا جدا، وان شاء الله باذن الله هنذيع على طول الاغنيه. عمر عبد العليم، ابراهيم شحاته، ابو محمد، أيمن، صلي على رسول الله، متابعك من الكويت محمد، كلكم لكم مني كل التحية والتقدير على صفحة الإعلام عبد الناصر زيدان على الفيسبوك. من هنا أيضا أحمد المستكاوي، مساء الخير يا أبو حميد. مينا تودرس، حبيب قلبي، أحمد السيد، إدي جامد عشان جامد لسه ما خدش. ومينا يوسف حبيبي، ومي الأهلوية، فينك يا مي، شد حيلك يا وحش. مدحت عبد الله، ربنا سبحانه وتعالى السند، وانتوا اللي عملتوه معايا في الازمه بتاعتي، خلاني اقوى مما كان يتخيله احد، ومن كان رزقه على الله فلا يحزن، والعمر ما بياخدوش الا اللي خلقه، فلكم مني كل التحيه وكل التقدير يا اخواننا المحترمين، ولايكات على قد ما نقدر عشان نثبت اللايف على المنصه. لو سمحتوا لايكات على قد ما نقدر يا ميسو يا شناوي، على كان خاطر احمد دبور حبيبنا، عايز اضرب عايز اتوب. شريف فاضل، سيد ابو هاشم، يا عم الله يخليك يا استاذه ميرفت، ربنا يخليك. علي عبد الصمد، سعيد خاطر، غرامه للسبورتنج، انت برنس يا عم الله يخليك. الاستاذ وليد المحترم، الأستاذ مصطفى أحمد، تحياتي ليك ومع السلامة. الأستاذ رضا باشا، مساء الفل يا رضا، وكل الناس اللي معانا، الأستاذ أحمد عثمان، كل الإخوة الأفاضل وكل الناس بتتجمع اهي، ولايكات على قد ما نقدر، لايكات على قد ما نقدر، لايكات على قد ما نقدر، لو سمحتوا. ألفا إيجيبت للمصانع، أكونت ألفا إيجيبت للمصانع. عثمان طلبة، سلام جميل، خالد موسى، حسن عوض الله مليس اسكندرية، شعبان عفيفي، مي الأهلوية تاني، حلقة تحفة لوفي، ربنا يخليك يا رب ويبارك فيك. المعلم 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 دايما كده، مصطفى أشرف حبيبي، ربنا يخليك. سلام يا بيبو، الأستاذ جلاء،
السيناريست محمد عواد حبيبي هنا وهناك، حبيبي يا حمادة. حسن عوض عايزين أغنية الظلام ضحي تاني، حاضر كل حاجة إن شاء الله بإذن الله عنزيها.